إذاعة دمشق تقدم من الحياة. حفل التكريم. مرحبا آنسة لقاء. أهلا وسهلا أستاذ ضياء. السيد المدير طلب لقائي. لحظة لو سمحت. الأستاذ ضياء هنا بناء على طلبكم. فليتفضل. لا لا لا، فليعتذر عندك، أطلبي له فنجان قهوة. حسنا، تفضل أستاذ ضياء اجلس. من كيف مكتبة الإذاعة السورية. شكرا آنسة لقاء، جئت أشرب القهوة مع السيد المدير، هكذا صرح سيادته عندما أرسل يطلبني، قال نشرب القهوة معا وجئت لشرب القهوة معه. أستاذ ضياء، آمل أن تقدر موقف السيد المدير، لديه مشاغل كثيرة وهو يعمل ساعات طويلة، وأحيانا تأتيه أمور غير متوقعة عليه أن يدرسها ويحلها، هو باعتبار حضرتك من أهل البيت فليست معاملته لك بشكل رسمي بمثابة إساءة لك لا سمح الله. آنسة لقاء، أحييك على هذا الشرح تبريرا لموقف المدير أعانه الله، لكن من يتحمل ومن يتعب إلى رأس الهرم؟ هكذا يجب أن يكون. تماما أستاذ ضياء، سيادة المدير هو رأس الهرم هنا في مؤسستنا. أخشى أن يطول انتظاري، لذا سأعود إلى مكتبي ويمكنك الاتصال بي عندما يكون جاهزا لاستقبالي. أستاذ ضياء، هو لم يقل ذلك، هو طلب من حضرتك الانتظار هنا. ذاك من لطفه، لم يشأ أن يعيدني إلى مكتبي ريثما تنتهي مشاكله، أقصد مشاغله. إلى اللقاء يا لقاء. أستاذ ضياء، أستاذ ضياء ذهب. يا لقاء، فليتفضل الأستاذ ضياء. الأستاذ ضياء عاد إلى مكتبه وطلب مني أن أتصل به عندما تكون جاهزاً لاستقباله. هل كان غاضباً؟ لا بالعكس، قال إنه يقدر موقفك وكثرة مشاغلك، لكنه لا يطيق أن يجلس وينتظر. من مكتبة الإذاعة السورية. يبدو أن لديه أعماله في مكتبه. تماماً تماماً، لقاء اتصلي به وأعيديه إلي. آمل أن تستقبله هذه المرة مباشرة سيدي. عندما يصلك أدخله فورا. سيادة المدير، هنا السيدة فدوى تطلب التشرف بلقائك. فلتتفضل، على ألا يطول اللقاء وتوجز ما تريد قوله. حسنا، تفضلي سيدة فدوى. أستاذ ضياء، أنا آسفة، السيد المدير مستعد لاستقبالك. أرجو أن يتم ذلك مباشرة، فأنا... السيد المدير طلب مني أن تدخل إليه بمجرد وصولك إلى هنا. جيد جيد، أنا قادم فورا. مع السلامة سيدة فدوى. ها أنا ذا. تفضل أستاذ ضياء. هل أخبرته أنني عدت إلى مكتبي؟ أخبرته وبدل أن يغضب ضحك مقهقها. جيد جيد، شكرا لك آنسة لقاء. أهلا أهلا وسهلا أستاذ ضياء. أهلا بك سيادة المدير. أستاذ ضياء، أنا آسف، لدي اجتماع مجلس المديرين، لكن يمكن أن أعلمك باختصار أننا قررنا إقامة حفل تكريم لبعض الزميلات والزملاء اللواتي والذين يستحقون التكريم. من مكتبة الإذاعة السورية. ولهم، وسنكلفك بإلقاء كلمة باسم المكرمات والمكرمين في بداية الحفل. عفوا أستاذ، أنا لا أحب. لا مجال للنقاش الآن، سنلتقي مرة أخرى. أردت باختصار أن أعلمك لتهيئ نفسك للمناسبة. مع السلامة أستاذ ضياء، أراك بخير.
أهلا أستاذ قاسم. أهلا بك، كيف أنت؟ أريد أن أطمئن. أنا بخير عزيزي، أنا بخير. المدير طلبك ومكثت في غرفته دقيقتين فقط، وهذا ما لا يطمئن. هو أني لا أتساءل، كيف وصلك الخبر؟ أستاذ ضياء، هل أساء إليك؟ هل أنبك على فعل لم تفعله؟ هو كذلك غير محق. أستاذ قاسم، تذهب بعيدا جدا في أفكارك. السيد المدير زميل طيب. قلت لي هو زميل طيب؟ المهم، ماذا جرى؟ لا أدري إن كان يجوز إعلامك أم لا. المهم، كان اللقاء من أجل مسألة أراد الاستفسار عنها. انتبه أستاذ ضياء، أنت صديقي ويهمني أمرك. إذا كان في المسألة علاقة بك، مباشرة أو غير مباشرة، عليك أن تحذر وأن تنتبه. أستاذ قاسم، شكرا لك، اهتمامك يدل على مدى محبتك وحرصك على ألا تلحقني أذية. لا شك، أنت عزيز أستاذ ضياء. المهم، ماذا جرى؟ وكيف انتهى اللقاء بظرف دقيقتين؟ اعتذر مني إذ حان موعد اجتماع المديرين ووعدني بلقاء آخر. والموضوع؟ الموضوع لم يعلمني عنه بعد. لا تريد أن تخبرني، لا بأس، أتمنى لك كل الخير. شكرا أستاذ قاسم. اسمع، إذا كان في الأمر مكيدة أو ما شابه، أخبرني كي أتصل بمن هم أعلى منه. لا مكيدة هناك، أنت تعلم يا أستاذ قاسم، أنا إنسان لا أحب المشاكل وأحاول الابتعاد عنها دون أن أتخذ جانبا منها. شكرا لك أستاذ قاسم. العفو، مع السلامة. قاسم لن ينام الليلة، يريد أن يعلم ماذا جرى بيني وبين المدير رغم عدم علاقته بالموضوع. يبدو أنه يغار عليك، هو قلق من أجلك. لا أصدق هذا، هو يصطاد في الماء العكر، علّه يجد إدانة للمدير. لم ينسى أنه نقله من عمله وأرسله إلى مؤسسة أخرى فتعطلت مصالحه الشخصية. لكن ما قصة لقائك بالمدير؟ أنت لم تخبرني. الأمر لا يستحق الحديث فيه. كيف؟ ألسنا متفقين على أن تعلمني من مكتبة الإذاعة السورية لأنني رفيقة دربك؟ السؤال الآن، من أخبر قاسم بلقائي للمدير؟ أنت لست معي. لا شك أن الآنسة لقاء تعرف الإجابة على سؤالي، سأهتف لها أجس نبضها. ما لك ولها، فلتكن هي التي أخبرته، ما فائدتك من هذا الأمر؟ أولا أنت معي بكل جوارحك حيث استطعت سماع حديثي مع نفسي. هذا دليل اهتمام. شكرا لك. ثانيا، إذا كانت هي الفاعلة فعلي تحذير السيد المدير. أستاذ ضياء، آسف للإزعاج. هل ليس هناك إزعاج أستاذ ضياء؟ إني أتساءل، ما الذي دفعك لإخبار السيد قاسم بمقابلتي مع السيد المدير؟ هتف لي يسأل عن السيد المدير، فقلت له عرضا إنك موجودا في مكتبه. ربما كان السيد المدير لا يريد نشر الخبر. خبر طلبه لك في مكتبه؟ نعم. أعذرني أستاذ ضياء، لا أعتقد أن الأمر مهم كما تتوهم. كل المؤسسة علمت أن السيد المدير طلب لقاءك في مكتبه. لكن السيد قاسم ليس من عاملي المؤسسة. لا فرق، المهم أنا أخبرته ولا أجد غضاضة في ذلك. كما تشائين آنسة لقاء، أنا آسف. لا بأس أستاذ ضياء، مع السلامة. هذه البنت تتصرف وكأنها هي السيد المدير. كل السكرتيرات هكذا، وغالبا ما تكون السكرتيرة أقوى من معلمها. مع ذلك لم تخبر قاسم عن الموضوع، ويعني ذلك أنها تعلم ما تفعل. ربما لا تعرف الموضوع بعد. ربما. المهم، هل حان موعد العشاء؟ حبيبي، زوجي الكريم ورفيق دربي، موعد العشاء يكون عند عودة الابن والابنة من الخارج. ألم يحن موعد عودتهما؟ أعتقد أنه حان، وقريباً قريبا جدا يفتح كل منهما الباب الخارجي ويدخل. ضياء، لا أراك قلقا، ما القصة؟ لما أكون قلقا؟ المدير يطلب لقاءك ولا تكون قلقا؟ لا أعتقد. سلاما من صبا بردا
أرق. أهلا حبيبي. أهلا. أهلا يا وسام. حفظكم الله وأدام طعام الوالدة. فالرائحة الزكية تنبعث من المطبخ. مرحبا. أهلا أحلام. تعالي معي إلى المطبخ كي تضع المائدة. حاضر يا أحلى أم في العالم. وأنت أيها الكبير يا أحلى من مكتبة الإذاعة السورية. وأنت أيها الشاب يا أحلى شاب في العالم. وماذا عني؟ يا أحلام يا أحلام يا كل أحلامنا. قد تناولنا الغداء وحمدنا الله على نعمه، ألن تقول لنا ماذا يريد المدير منك؟ آه منك يا نسرين، لن تتركيني حتى تعلمي ما القصة. نعم أبي، وأنا أيضا. أما أنا فلا أريد من حضرتك شيئا، حدثهما وأنا أسمع. حسنا، تنوي المؤسسة إقامة حفل تكريم لبعض العاملين فيها وأنا منهم. جيد جيد أبا وسام. وطلب مني المدير أن أهيئ كلمة أقولها باسم المكرمين والمكرمات في الحفل. رائع أبي رائع. زادك الله نجاحا وتألقا. بوركت أيها الأب الطيب. وهذه المهمة التي كلفت بها تحتاج إلى جو هادئ لا يعكر صفوه شيء كي أكتب الكلمة المطلوبة مني. وهذا يعني أن تهيئ لي الجو المناسب. لا عليك، سأعمل على أن يبقى الأطفال هادئين، بل سأصحبهم إلى الحديقة العامة في كل وقت تريد فيه أن تكتب. مهلا مهلا، القضية لا تحتاج لكل هذا، مجرد كلمة يكتبها الوالد الحبيب ثم يلقيها أمام الجميع. نعم نعم، هي مجرد كلمة. نعم أبي، هي مجرد كلمة بالنسبة لك. هي كلمة يمكن أن تحدد مستقبلي الوظيفي، فإذا حييت المسؤولين في المؤسسة وشكرتهم على هذا الصنيع أخشى أن أنسى أحدهم. عندها من سيصدق أنني نسيته سهوًا؟ سيعتبرون أنني لم أذكره قاصدًا لسبب من الأسباب. ألو نعم. مبارك يا أخي ضياء، أنت تستحق هذا وأكثر، أنت إنسان نبيل لذا يقدرك سيد المدير. ما القصة أخي ناظم؟ لا تمثل دور البريء الجاهل، كلنا بدنا نعلم أنك مرشح للذهاب في البعثة المرسلة إلى الهند. ماذا ماذا؟ تصر على جهلك؟ لا بأس، أنا آسف، سعدت من أجلك وهرعت إلى الهاتف أهنيك، لكن... يا أخي ناظم أشكرك على عواطفك النبيلة، لكن صدقني لا أعلم شيئا عن رحلة الهند تلك. لماذا إذن طلبك السيد المدير إلى مكتبه؟ لا أعتقد أن علاقتك معه جيدة إلى حد أن يدعوك إلى مكتبه وتشربا القهوة معا، أليس ما أقوله صحيحا؟ نعم، استدعاني السيد المدير إلى مكتبه، لكنه لم يعلمني عن رحلة الهند ولم نشرب القهوة معا. إن لم يكن كذلك لما إذن استدعاك؟ صدق أو لا تصدق، استدعاني ليؤنبني على عدم التزامي بساعات الدوام الرسمي. هل أنبك فقط أم؟ هددني بأن ينزل في العقاب اللازم إذا استمريت على هذه الحال. مسكين يا ضياء، لكن لا بأس، صيت غني أفضل من صيت فقير. صباح الخير أم وسام. أسعد الله صباحك، القهوة جاهزة.
أنا اليوم في إجازة، أردت أن أتفرغ لكتابة الكلمة التي سألقيها في حفل التكريم. حسناً، وسام ذهب إلى عمله، وأحلام ذهبت إلى جامعتها، وأنا سوف أذهب لزيارة صديقتي ليلى. وأبقى في هذا البيت الكبير وحدي؟ أنت تريد ذلك؟ لا لا، أشعر بوحدة قاتلة إذا وجدتني وحدي هنا. ضياء حبيبي، ماذا تريد؟ أريد أن تبقي هنا معي. لن تستطيع أن تكتب ما دمت حولك، أنت قلت هذا. أنا لم أقل شيئا كهذا، أنا طالبت بالهدوء فقط، ولم أطالبكم بمغادرة البيت. ولكن تعالي تعالي، اجلسي بجانبك العادة، أو مقابلي كي نشرب القهوة معا. والكلمة معنا اليوم بطوله، والأمر لا يحتاج لكثير جهد. كما تشاء. هل أطلق صوت فيروز؟ صوتك أحلى، لكن لا بأس، أطلقي صوت فيروز. ضياء لا تلومني وتدعي أنني أشغلك عن مهمتك. أتدرين يا نسرين، كأنني طفل خائف أمام أداء وظيفته المدرسية. ما بك يا رجل؟ أنت معتاد على كتابة الخطابات؟ لا لا، هذا أمر آخر، تكليف من المدير بنفسه، وثم سوف يقرأه بعد أن أكتبه، وثم هناك حساد كثيرون بين الزملاء، وسوف يشككون السيد المدير بصلاحيته. أتدرين؟ سألغي إجازة اليوم وأذهب إلى العمل، لن أتيح الفرصة للآخرين كي يفشلوا مشروعي. يا ضياء يا حبيبي، لا يجوز أن تبقى بهذه العصبية، الكتابة تحتاج لهدوء أعصاب وراحة وشعور بحاجتك إلى الإبداع. وكيف سيأتي كل هذا وأنا أفكر بما سوف يحدث إذا عملوا أثناء غيابي وغيروا رأي المدير؟ فليعملوا وليغيروا رأيه، لما تأخذ أهمية كبيرة للمسألة؟ صعب أن تفهمي شعوري. مذ عرفتك وأصبحت زوجتك أفهم شعورك، ماذا غدا الآن؟ لا بأس. من مكتبة الإذاعة السورية، ماذا تنصحين؟ أنصح أن تبقى معتزاً برأيك الصائب ولا تتردد فتفشل. قررت أن يكون اليوم يوم إجازة، حسناً، أنت اليوم في إجازة ولن تغير رأيك وتذهب إلى عملك مخافة أن يقلبوا الطاولة في غيابك. قد يفعلون. أنت الآن قوي والمدير قد اختارك، فلا تتراجع وتبين لهم أنك ضعيف. وإذا قلبوا الطاولة؟ فليقلبوها. تأكد أن المدير لم يختر غيرك، لأنك المؤهل إلى هكذا عمل، ولأنه مقتنع بجدارتك، وأنه لا أحد أفضل منك يمكن تكليفه بما كلفت به. آهن يا نسرين، يا حبيبتي ورفيقة دربي، قد رفعت من معنوياتي، كل ما تقولينه صحيح وأوافق عليه. حسنا، نشرب القهوة على صوت فيروز ثم تنتقل إلى غرفتك وتبدأ بالكتابة. وأنت؟ أنا لن أغادر البيت، سأبقى حولك، تجدني كلما شعرت بالتعب أو الملل، اتفقنا؟ اتفقنا. صباح الخير. صباح الخير أستاذ ضياء، سآتيك بالقهوة حالا. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ ضياء، قد افتقدناك البارحة. ها أنا ذا. أرجو أن يكون المانع خيرا، أقصد عدم مجيئك البارحة. مشاغل مشاغل يا زميل. أستاذ ضياء، أنا جاهز للمساعدة إن كنت تحتاج مساعدة. شكرا. إذا احتاج الأستاذ ضياء أي مساعدة فأنا التي ستساعده. أهلا وسهلا سيدة روعة. أسعد الله صباحك أستاذ ضياء، أنت أصبحت مقربا من السيد المدير من مكتبة الإذاعة السورية. منك. من سماك روعة؟ اسم جميل أليس كذلك؟ القهوة للأستاذ ضياء. شكرا. ونحن ألا يحق لنا أن نشرب القهوة الصباحية بمعية الأستاذ ضياء؟ لم تطلب قهوة سيدتي. الآن أطلبها، وسط
خير الأمور الوسط. أنت تأمرين السيدة روعة. شكرا. مرحبا آنسة لقاء، صباح الخير. أهلا أستاذ ضياء، صباح الخير. أعذريني، أريد أن أسألك، هل طلبني السيد المدير البارحة؟ كنت في إجازة. حسب علمي لم يطلبك، مع ذلك يمكنك التأكد من سؤال الأستاذ رفيق مدير المكتب. حسنا، شكرا. صباح الخير أستاذ رفيق، أنا ضياء. أهلا أستاذ ضياء. البارحة كنت في إجازة وخشيت أن يكون السيد المدير قد طلبني. ولما يطلبك السيد المدير؟ لم يفعل. لم يفعل؟ حسنا. أستاذ ضياء، هل تريد أن تقول شيئا ما؟ لا 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 أبدا، شكرا أستاذ رفيق. أقصد لم أفهم، لما يطلبك السيد المدير؟ كان طلبني من قبل وقابلته و... البارحة لم يطلبك، وكذلك اليوم حتى الساعة. شكرا، مع السلامة. أستاذ ضياء، السيد المدير في رأسه أمور كثيرة وأمامه مشاكل أكثر، لذا عليك أنت أن تذكره إذا كان لديك علاقة ما معه. شكرا سيدة روعة، شكرا. لا علاقة لي معه، كان سؤالي مجرد اطمئنان. السيد المدير لا يسأل إلا عن أولئك الذين يسببون له مشاكل، وأنت بالطبع لست منهم. أتدرين يا نسرين؟ أنا مضطر لشراء طقم جديد. لديك الكثير. كل ما لدي قديم وقد أصبح لا يناسبني، أصبح ضيقا علي. لأنك لا ترتدي طقما إلا في المناسبات. والمناسبات باتت قليلة، وحتى في المناسبات لم يعد الناس يهتمون كثيرا بلباسهم، وأقلعوا عن اللباس الرسمي مع ربطة العنق وما شابه. جيد، تستطيع أن تكون منهم. سامحك الله، حفل يقام لتكريمي فأظهر بشكل غير لائق. أنا أختلف عن الآخرين، أنا يجب أن أكون بلباس ممثلا لمركزي ولشخصيتي. ولكن يا ضياء يا حبيبي، شراؤك لطقم جديد يعني نصف ميزانيتنا الشهرية، يعني أن نضيق على أنفسنا وعلى أولادنا أكثر مما نضيق الآن. والعمل، أنا لست سعيدا بهذا، ولكن ألا يقدمون لك علاوة مالية مع تكريمك؟ لا أعلم، لم أكرم قبل اليوم. اسأل. ماذا أسأل؟ هل علي أن أشتري طقما جديدا أم لا؟ هل هذا معقول؟ مرحبا أستاذ ضياء، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل تفضل. شكرا شكرا، أريد أن أشتري طقما رسميا. جئت المكان المناسب، يا مرحبا بك أستاذ ضياء. شكرا. هل أنرتني عن الأسعار؟ حفظك الله، لا تسأل عن السعر أبدا، تفضل تجول في المتجر واختر ما يناسبك. يا سيد منير، أنت تعلم أنا موظف، ولولا الضرورة القصوى ما جئت لأشتري طقما رسميا، لذا عليك أن تضعني في الصورة. لا عليك أستاذ ضياء، أنت هنا زبون محترم وأخ كريم، وستنال خصما على أي قطعة تختارها، لديك الأسعار مختلفة. أريد أرخصها لطقم رسمي لأنني أحتاجه لمرة واحدة فقط لمناسبة معينة، وبعدها أعود إلى لباسي المعتاد. يا حسيب. حسيب. نعم معلمي. رافق الأستاذ ضياء ودعه يختار ما يناسبه. تفضل أستاذ ضياء، أهلا وسهلا. شكرا.
بعونه تعالى وبمعاونتك ورعايتك أصبحت جاهزا. الكلمة جاهزة والطقم جاهز. أنا سعيدة لسعادتك حبيبي وفخورة بك، أتمنى لك التوفيق. ألو، نعم. مرحبا أستاذ رفيق، أنا ضياء. أهلا وسهلا أستاذ ضياء. ألم يأن الأوان كي أقابل السيد المدير؟ الأمر ليس بيدي أستاذ ضياء، أسأله وأجيبك. ماذا هناك؟ من المتكلم؟ احترامي سيادة المدير، أنا ضياء. ضياء؟ ضياء من؟ ضياء الموظف في قسم العقود. أهلا وسهلا سيادة المدير، الكلمة أصبحت جاهزة وأتمنى لو تقرأها حضرتك ثم لو تعلمني متى موعد الحفل. ما القصة يا سيدي؟ أية كلمة وأي حفل؟ حفل التكريم الذي ستقيمه مؤسستنا تحت رعايتك، والكلمة التي طلبت مني كتابتها للمناسبة المذكورة. يا سيدي، الحفل صرفنا النظر عنه، إذ علي أن أسافر إلى المؤتمر العام العالمي. حفل التكريم. اشترك في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات عادل أبو حسون، ريم عبد العزيز، مظهر الحكيم، محمد فلفلي، أماني الحكيم، بلال سعد، رباب كنعان، جمال نصار، نبيل جعفر، صالح الحايك، هاني شاهين، دينا خانكان، عماد نجار، فارس رفاعي. موعدنا معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج إن شاء الله. ساعدت في الإخراج سناء حمود. من الحياة، تأليف وإخراج فاروق حيدر.